هي بريطانيا هتدفع كام في البريكسيت؟ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على ما يبدو خروج مكلف جدا جدا. انتوا عارفين ان بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء شعبي حصل في يونيو سنة 2016، من بعدها تم البدء في مفاوضات لخروج بريطانيا من هذا الاتحاد. النهاردة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني أطلق تصريح هام جدا، قال أنه بيعتقد أنه على بريطانيا دفع ما لا يقل عن 60 ل 70 مليار دولار للاتحاد الأوروبي. أوف، دي فاتورة الخروج البريطانية من الاتحاد حتى تلبي التزاماتها المالية. تاني، ده الحد الأدنى. على فكرة أنا كنت قريت بعض التقديرات بتصل إلى حوالي 90 مليار دولار. كارثة، فاتورة تقسم ظهر أي حد. زي ما حضراتكم عارفين أن هذه الفاتورة أو فاتورة الخروج بتعتبر أكبر عقبة في مفاوضات انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية، واللي المفترض أنها تبقى حصلت عمليا وتمت في مارس سنة 2019. بيطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتحويل تعهداتها بدفع الاستحقاقات المالية اللي عليها إلى التزامات ملموسة. وقال رئيس البرلمان الأوروبي ردا على سؤال في مقابلة مع مجموعة فونكا الصحفية الألمانية، إذا قبل الاتحاد بأقل يجب على المواطنين الأوروبيين أن يعوضوا الفارق، لكن لماذا يجب على الألمان والإيطاليين والأسبان والهولنديين دفع فاتورة البريطانيين؟ سؤال في محله تجيب عليه الحكومة فيما بعد.